لو كان في تشامبيون كونتر تشامبيون تبعك كيف تلعب ضده ولا شيء، تفرم تستنى يغلط، تستنى يدخل تحت التاور، تستنى الجنجل يجي. قارن ورينكتون سكيل ماتش، ما حد يكونتر الثاني، او يعني المفروض رينكتون يفوز. جبت العيد في البدايه، استنيته يغلط قتلته، لما انا غلط يقتلني. فلازم تتعلم تشوف يو بوش او زي كذا، بوش ذا ليميت، شوف قديش يسوي دامج. جربت اكلت على العلقه، تعلمت من العلقه هذه، المفروض خلاص المره الجايه ما تسوي نفس الغلطات هذه، والله اعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. هذا لسه ما بدينا الجيم وهو قال لك لوز، وإحنا نفوز أكشلي، بس هو بطل ما شاء الله. مش التور راضي، اختفيت على اليوتيوب؟ ما فين اختفيت على اليوتيوب يا عمي؟ فيديوهات كل اسبوع ثلاثة فيديوهات، ايش في؟ ليش بتقول اختفيت؟ فين اختفيت يعني؟ كل اسبوع ثلاثة فيديوهات، وفي اسابيع اربع فيديوهات مع الكوتشنج، انت ما انت مفعل الاشعارات. بدون اجنايت، يعني اقدر استخدم اجنايت المرة الجاية بطل. بدون اجنايت، اوكي، اهو راضي يتعلم. اخش في السنة يا دكتور يا عبدو؟ ولا تام كنت ممكن يبلع. اوكي هذا هنا. No more cues, auto attacks بس. يلا انجج. ابد هذا؟ هذا لا يا صدر اوكي. اجيب شاهي يا عيال. I think it's a good idea. تعرف شيء شباب؟ This is exactly the reason والله deja vu in my mind that I decided to play ADC. كان عندنا وايتس زي كذا بالاي دي سي، والله ما بديت اي دي سي الا زي كذا، يعني مع احترامي شديد. طبعا I know جولدن فليم، جولدن فليم ما يلعب اي دي سي، ما هو مين يعني، ودوبه بيتعلم فايتس فاين يعني. بس this is why I decided to flip to ADC. كنت العب توب سيزون 5، طفشت من يعني محمد ما كان يقدر يسوي ولا شيء، كان completely useless. قلبت اي دي سي، هو راح توب. We were still useless بس ها رفعت درجة اليوزلسنس شوية أنا يعني. بس مع كل المحبة أحس اللي يلعب معك كنت تحت تغطية فعلا. أنا لما أعلق أنا متأكد إنه أبلاي بريشر عليه، ويمكن يخبص عشان أنا علقت عليه. عادي يصير رجال ويتعلم ويكبر، يتعلم ويشتغل تحت الضغط. أنا مفيد في الحياة، ما فيها شيء، الحياة كده لمولوي. صحيح يا خوي. أداني واحدة صحيح، هو ما يبغى يديني واحدة صحيح يعني. أنا عارف لوي. ستة باي 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 باي. هيفلش هيموت. يا سلام، ارجع ارجع. ايوه اجري اجري اجري. اوه خايف. مين اللي اخذ اكل علي يا اخي؟ اوكي. تقدر تجيبه اي ولا اسيبه؟ ايوه اقدر اقدر. يلا بسرعه. اوكي. رجع. نقدر نشيله. عليهم لوي. هيوقفني هنا عبد، هنا عندك بين. ايوه 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 اضرب 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 كمان اكثر عبد. اوتو كمان قلتي. ما حتوصل. اسيبك يا جماعه. ايوه كده اكثر.
ما كان المفروض ادخل. آه ايش تعلمنا الجيم هذا يعني؟ انه حيجوا معك بول في الحياه. That's the absolute negative take on it. كون انه انت تنحط في 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 position where انت دائما مضغوط، هذا الوضع الطبيعي في الحياه يا اخواني. بغض النظر انا ليش احب لول، واحده من اكثر الحاجات اللي احبها في لول انه it actually puts you through a lot of the stuff you go through in life بعد ما تخلص الجامعه. الميزه في لول تعيشك اياها قبل ما توصل الجامعة، فتتعلم السكيلز اللي مترتبة عليها. انا بقول الكلام هذا والله يعني وانا اي مين ات يعني. واو الله يعطيها الصحة والعافية، علمتنا انا والشباب تيم كوردينيشن مالتي تاسكينج كوميونيكيشن ديلينج وذ دراما ديلينج وذ هذا. فلما رحت العمل كان اوريدي جاهز يعني. اوكي تعبنا برضو بس يعني الانبارمنت مختلفة والطريقة مختلفة، بس خلاص في الفكرة المتوسعة، في الفكرة اللي اعطاني الكيبابيليتي انه انا اي ادابت بسرعة. وفي ناس كانوا مرة يتعبوا في العمل ويطلعوا ما يقدر يستمر، وانا ما اقدر كده، وانا ما تعلمت كده، وانا ما، وفي ناس يتعايشوا معها. لول ضغط نفسي، ضغط جسماني، ضغط فيزيكلي، ضغط دم، سكر، مالتي تاسكينج، ماكرو مايكرو، مانجينج يور تايم، مانجينج يور استراتيجي، تعمل استراتيجية على الجيم، يو دو ا بلان، تلعب مع الشباب، يو كوميونيكيت افري فاكين ثينج يو نيد ان لايف. انا الشباب اللي يجوا معايا يلعبوا معايا في الجيم هذا، اني انا لما 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 اقول له لسوي ولا اضغط ولا اعمل ولا اروح، اي سايت بصوت عالي، اتس مور كوماندينج اكثر من انها ابغى 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 اشحن ولا ابغى احرجه ولا ابغى اضغط عليه. وذاتس ذاتس ذات از ا بروبلم. هذا هذه 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 طبيعه يعني. انا في محل العمل انا ما اسوي زي كذا في الجيم، هذه طبيعتي دائما. انت وان يو تراي في مكان بروفيشنال ما حتروح للناس وحتزعق عليهم ولا تترافع عليهم ولا تتنفخ عليهم، في طريقه ثانيه تتعامل معها. بس لما تكون على طبيعتك وجالس مع اصحابك وجالس مع ناسك، تاخذ اللي ياخذوا عليك وتاخذ عليهم، سوي الكلام هذا. وشيء طبيعي ابغاه ينضغط، خليه مضغوط، لانه الجيم هذا انت ما تاخذ ديسيجنز كويسه الا انت مضغوط، الا وانت تلتت. لان عشانك تلتت طول الوقت لازم تتعلم انت تتخطى على المرحله التلت هذه. اي بوش يس اي بوش، از ذا رايت واي نوت نيسيسيرلي فور ايفري ون ديفينتلي. في ناس ما ينفع معاهم البوشينج، في ناس لازم تهدي معاه وتدي بريك وتدي ريوس وتتعامل معاه بطريقه مختلفه. في ناس لا لازم تدي له فيديوهات، وفي ناس لا لازم تخليه يكتب، وفي ناس لا اخذ له سنه، وفي ناس لا يجلس معاك تفهمه اياها مره مرتين، وفي ناس لا تدي له على رقبته كل واحد يعني. طيب يا عمر انا عندي كاونتر ارجيومنت. ناس يقول لك مثلا صح كلامك هذا كله في الحياه الحقيقيه والضغط و و، بس انا جاي العب لول عشان استرخي. يس ماني جاي عشان انضغط، ما انا ابغى بروفيشنال. ممكن احد يقول لك كده. هذا اللي انا اقول له، والله ماي سيت اب از نوت مينت فور يو. ايوه انت يور بوشينج يور سيلف لول، يو وانت تو ريتش high skill cap, you want to reach good rank, you want to reach, I don't want to reach good rank. I want my enjoyment in the game انا per se isn't playing a game that is executed well. انا this is how I enjoy the game. فدائما اقول للشباب اللي بيلعب معايا try hard، اللي ترول لا يجي معايا. I'm very clear، لا يلعب معايا. I cannot. This is who I am and this is how I enjoy the game. ابغى العب صح، ابغى افرم صح، ابغى اخش صح، ابغى اطلع صح، ابغى اسوي كل شيء صح. والغلط for the sake of غلط I punish myself. يعني انت تشوف انا اراجع جيمي واجلد نفسي، انا حمار هنا، انا غلط هنا، انا سويت هنا. This is what I do to myself and I wouldn't do to others what I wouldn't do to myself. This is how I take it at least. والشباب هذول اللي بيلعبوا معايا طبعا ممكن يجيني يقول لي don't talk to me like this done انتهى simple. يعني ما يقدر يقول لي انا اطنش واسيبه. في ناس يجوا يلعبوا معانا just customs، اللي يجوا معايا customs ولا من الستريم ولا يجي بيلعب معايا بس for the fun of it، ايش ما يسوي في الجيم I don't tell him anything. اللي يلعب معايا كل يوم زي عبدو زي مدمر زي هذا they already know this. والبس حب خناقه يا لوي صدقني. هدقني يعني. when this keeps happening and it keeps repeating and they still come back, what does it tell you? They have a fetish for it. No. I'm just kidding. If you're playing league to relax, just go for normals and ARAM. حتى normals you don't relax in this game. League you cannot relax يعني. One for all, earth, والother gaming modes. Imagine relaxing in league. من جد